اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونحييكم باجمل التحيه رياضيه مع حلقه جديده من البرنامج الرياضي هلا رياضه. بدايه نرحب بضيوف الحلقه من هابوئيل ابناء الطيبه شمشون الطيبه، كابتن الفريق عبد اللطيف برانسي، اهلا وسهلا. ونرحب بمدير الفريق عماد جباره، اهلا وسهلا عماد. اهلا وسهلا بك اخ عماد. طبعا احنا بنشوف اليوم فريق ابناء الطيبة اللي هبط من مستوى فرق الدرجة الثانية في الموسم الماضي، ويعود يلملم جراحه ويرتب الاوراق ليعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية بكادر محلي بحت. حدثنا عن الفريق اخي. احنا انت طبعا بتعرف، كنت عارف العام الماضي انا كنت مرافق ل أبو عائل شباب الطيبة. فريق أبو عائل أبناء الطيبة نزل للليغا جيم للليغا الثالثة، فقررت من منطلق المسؤولية والحرص على الرياضة بالطيبة. إحنا بلد اللي هي 60,000 نسمة، على كل ما فيها يغدى فيها فريقين، حرام هذا الفريق كان. انت بتشوف انه فريق شباب الطيبة سيصعد الى مستوى الدرجة الممتازة؟ انا لاخر مرة انا بتأمل وبتمنى النجاح لفريق شباب الطيبة انه يطلع للدرجة الممتازة من سبب اخرى بسيط جدا. جمهور الطيبة العريق الاصيل المحترم اللي هو فخر واعتزاز لكل الوسط العربي، وقلنا انا رفقته، كنت اقعد دائما اجلس بين الجمهور لانه بكيت اشعر بالفخر والمحبة والاعتزاز لهم. مش بس بيستاهل فريق بالدرجة الممتازة، صدقني بيستاهل فريق بالدرجة العليا. جمهور من النوع ما شفتش بليغا، يعني حتى بالدرجة العليا أو الدرجة الممتازة. عماد سنتحدث عن فريق الطيبي. تفضل. أنت شايف إنه أبناء الطيبي في الطريق الصحيح، هو صاحب المرتبة الثانية وفي عندك منافس قوي من تل أبيب. أنا إنسان واقع جدا أخ عبد، ودائما أقولها باجتماعات اللعيبة بغرفة الملابس قبل اللعبة ويوم الأحد قبل التدريب، دائما إحنا مع الأجرين صلبات على الأرض، واقعيين جدا. احنا اللي مرينا فيها 7 مباريات، كل اللي مرينا لحد هاي اللحظة، الحلم تبعنا هو الصعود بكل ثمن للدرجة الثانية. انا بشدد بكل ثمن، واذا ما صعدناش هاي بتغدى فشل بالنسبة لي بشكل شخصي. بس خليني اقول لك، احنا جملة اخيرة، لازم نفهم واللعيبة وكل الكادر يفهم، دائما اقول لهم اياها ويعوا انه احنا بداية الدوري. احنا سننتقل لعبد اللطيف، ولكن بدي اسالك سؤال، شو جابرك على كل هذا؟ انت من فريق لفريق، هل انت بتنبسط؟ يعني في عندك متعه في هذا الشيء او تضحيه من اجل اولاد البلد؟ بتعرف عبد، والله سؤال طلع في ناس، في ناس لانه عضو بلديه وهذا موجعني مرار، بيقولوا فات على الفوتبول انا سياسي. نسي انه انا منذ الصغر وانا ولد كنت ارمح بالبساط واطلع على عبات كل الطيبه، وهم انا بكيت عمري كنت تلعبوا ضدنا. ايوه صحيح، ابو سوره بكى علي علي ساجل الحلوطه. ايوه فهمني انت، نسيوا هذا الشيء. هسه واحنا بال 97 98 انا كنت باداره الفريق مع المرحوم الله يرحمه عبد الكادر حجاي ابو محمد، اما كلنا باللقاء الاميت اللي بكاش ولا فريق من الوسط العربي السع اللي هي الدرجه الممتازه اللي هي اليوم الدرجه العليا. انا كنت بالاداره، الفريق نزل من يومها بيني وبينك حفتني نوع من الصدمه، ضشرت الفوتبول، تركته من الصدمه اللي ذقتها. بتعرف من انتمائي ومحبتي لاهل البلد وللطيبه ربنا الله ولكره القدم، بعرفش هسه طلع الطيبه بحاجه للجمهور، متعطش الجمهور، متعطش لفريق مليح، لفرق بالطيبه للفوتبول. اما شوف اولاد 7-8 سنين، صدقني اقول لك، بدي اقول لك شغله، بدي اكتشف لك شغله هاي ما قلتهاش، اللي بيعرفوها المقربين واللي باكوا معي. بتعرف اخر لعبه اخ عبد بعكفار شليم مع شباب الطيبه، اما طلعنا من غرفه الملابس، والله والله في رب العالمين، اما شفت المنظر تبع الجمهور كبالي 4000 واحد، وقفت على جانبه وبكيت. احنا سنتحدث عن هذا. بدنا نسال عبد اللطيف مصاروي عن كادر اللاعبين، عن غرفه الملابس كيف بترتبها. انت قائد الفريق، كيف انت بتشوف المهم اللي عليك انك كيف تجمع اللاعبين وتعيد فريق ابناء الطيبه لمستوى فرق الدرجه الثانيه؟
اول شيء ان شاء الله الفريق بيصعد، وزي ما قال لك احنا بالاداره يعني واحنا اللاعبين ماشيين بالطريق الصحيح. صح انه لعبنا 7 لعبات زي ما قال بدايه الدوري، 7 لعبات فزنا ب5 وتعادلنا ب2، بس انا بقول لك شغله انه الاداره ماشي بالطريق الصحيح، يعني بتدير الفريق بطريقه صحيحه. فيش يعني عندنا الفرق بين لعيب من برا ولعيب من البلد، كليتنا نفس الاشي. هذا يعني اللي معجب كل اللعيبه. حدثني انا بدي اسمع منك عن الكادر، عن اجواء الفريق، في له جمهور يعني، انه اللاعبين كيف انتم بتجمعوا نفسكم؟ هل في هناك يعني جمعه اجتماعيه لهذا الفريق اللي من لاعبين وكادر واداره؟ بالضبط، احنا اللاعبين كثير مقربين على بعض، وكثير يعني بنجتمع مع بعض. وانا شخصيا يعني باخذ مثلا باللعبات بالتدريبات باخذ لعيبه على جنب بحكي معهم، بتعرف هيك عن الفريق، وكثير انا واخرى كم لعيب اللي هم كبار بالفريق نحكي مع بعض يوم يعني انا واخرى 3-4 لعيبه يوم نحكي مع بعض. وعندنا مجموعه من الواتساب بس للعيبه. قديش عمرك؟ انا 24 سنه. يعطيك طولة العمر. احنا سنتحدث انا وانت وعبد وعماد على فريق ابناء الطيبه ومهمه ابناء الطيبه ونجاح ابناء الطيبه، وان شاء الله احنا بنشوفكم في الدرجه الثانيه، وفي هذه اللحظات نتحول لدوري الدرجه العليا، حيث تتجه الانظار مساء يوم غد الاثنين لاستاد بير السبع، حيث المباراه المركزيه التي تجمع العملاقين هابوئيل بير السبع ومكابي تل ابيب في ختام الجوله 10 لدوري الدرجه العليا. وضمن مباريات الجولة 10 حامل اللقب مكابي حيفا فاز بالنتيجة 3-1 على أشدود ليعتلي مرحليا للمرتبة الأولى. أما اتحاد أبناء سخنين خسر بنتيجة 4-1 أمام هابوئيل الخضيرة. ومكابي الريني خسر في الدقيقة طبعا 96 2-1 إلى مكابي نتانيا. عماد، كيف انت بتعطينا يعني امكانيات انك يعني بتقول الفريق؟ اول شيء انت عملت حلقه اللي اسمها ابناء الطيبه، قلت الفريق، والفريق يعني بدا الجمهور، انا شاهدت انه الجمهور بدا يجي يشاهدكم، لان انا باجي على الطيبه وانت بتعرف كم مناهل عروه. فانت كيف بتشوف الامكانيات انه فريق الطيبه ابناء الطيبه يعود الى مستوى الدرجه الثانيه؟ طلع احنا اخ عبد باول الموسم مشان يقدر إشي واضح، أنا إذا بدي أتطرق مجبور أتطرق لنقطة مهمة اللي كانت معي بالعام الماضي مع شباب الطيبة. أنا ما كنتش أعرف أبناء البلد، بجوز برضو أنا كان عندي برضو انتقادات لهذا على أبناء الطيبة، لأني للاعبين اللي نشأوا بالطيبة ما كنتش مقرب لكرة القدم بالسنين الأخيرة. أما قررت أخذ هبوئيل أبناء الطيبة نزلوا، أنا اتفاجأت بشكل. اما بديت يعني بالموسم بجوز 30-32 لعيب اتصلوا فيه تقريبا من الطيبه. انا الفريق كان في خراف انه كان حديث انه بالضبط بالضبط احنا انقذنا الفريق، وانا احتضنت ايوه انا قبل ما اخذ حتى بالاداره باقي كل وكثير من الجمهور اللي شمشون بكالوا بسيس قاعد للجمهور، وكثير قالوا بهذا الكادر ما بتطلعش او بتطلع. انا بفهم شويه فوتبول، انا ما اتصلوا فيه اللعيبه قلت اول إشي بدي اشوف ابناء الطيبه، بدي اشوف اولاد البلد اللي بيلعبوا، لعيبه اولاد البلد بدي اشوف كيف بيلعبوا، شو الاداء اللي بدهم يعطوه. فعلا اتصلوا فيه بجوز عبد مش كلمه 30-32 لاعب، انت بتتفاجأ اللي فيه سنه وسنتين منهم ما لعبوش، انا بقولها علني ما لعبوش فوتبول، باكو يعني يغدوا مع شباب الطيبه ومع فرق ثانيه ما بيلعبوش. اللاعبين من الطيبه اللي من جيك انا جيك بخراف، هسه قلت لهم انا بديش أظلمهم من فرصة يثبتوا حالهم، قلت لهم تعالوا تدربوا كلكم، الملعب مفتوح لكم وابناء الطيبة مفتوحين لكم. أما في مدرب من ناحية مهنية، المدرب بكرر أنه اللي ملائم يظل بالفريق، وهي اللي صار. يعني اليوم لأبناء الطيبة نتحدث مع عبد اللطيف كابتن فريق هبوئيل أبناء الطيبة، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى الدرجة الممتازة. طبعا استمر فريق هبوئيل أم الفحم استفاقته، حيث فاز بالنتيجة 3-0 على فريق مكابي إخاء الناصرة، وبهذا الفوز يعزز الفريق الفحماوي مكانته في الترتيب العام للدوري الممتاز. لنشاهد ما قاله أحمد أبو العم ومدرب الفريق أدهم هادية بعد الفوز على مكابي إخاء الناصرة.
احمد ديربي العرب مكابي خان نصرة ابويل من الفحم 3-0، شو بتقول من بعد هذه المباراة لفريق ابويل من الفحم لجمهور من الفحم؟ اول شيء مبروك للجمهور اللي بكى وطالب على مدار الاسبوع انه يعني يحس اللعيبة انه يفوزوا بثلاث نقاط. اللعيبة رجعوا للجمهور والجمهور بقى على المدرجات داعم للاعبين، مش شيء نتعلم لعبة الدربي وتربحها 3-0 رغم انه الإخاء اغلب دقائق المباراة 60 دقيقة يمكن كان في 10 لاعبين، ولكن انت شفت اسرائيل كلها شافت قديش اهداف ضاعت وقديش الهجوم تبعنا ضيع اهداف. المباراة كلش كانت نتيجة اكبر من هيك بكثير. مستعين جدا الشوط الثاني، مستعين جدا الاداء تبع الشوط الثاني، ولكن بالاخر زي ما لعبنا مكابي تحتيك وكنا افضل منهم وخسرنا بالاخر، ما حدا راح يطلع على الاداء، الكل بيطلع على النتائج. انه فزنا مرتين ورا بعض جدا ممتاز، ولكن علينا انه نكمل في مباراه الاسبوع القادم مع رمات الشرور، راح نطلع على البقرة مع ريشون. فيش إنه ولا أي أحكية بعد افتتاحية الموسم افتتحناها إنه نفكر أكثر من رمادة شارون، عشان هيك يوم الأحد راح ننزل اللعيب راح نفهمه بغرفة الملابس. كل لاعب قاعد بيقعد على المدرج قاعد بيستصعب إنه يرجع، كل لعيب هسه قاعد بفوت بالفترة الأخيرة على الإحتياج، قاعد اللي قاعد عندك التحتيات بتصعبه، عشان هيك الفريق بظن إنه الفريق مبنى هيك، الفريق مبنى إنه يكون عنده دقة احتياط. بتمنى انه خلال الاسبوعين انه برضو الاصابة تبعت سردة ما تكونش قوية، وخلال الاسبوعين هذولا يرجعوا حتى الاسبوع القادم يرجعوا اللاعبين مصابين، لانه دقة الاحتياط عندنا يعني هي راح تكون سر نجاح. فينا كلمة لجمهور ابوائل من الفحم احمد؟ طلع الجمهور لجا اليوم بظن اجا 1500-1600 مشجع، مش سهل انك في الدرجة الممتازة تجيب 1600 مشجع على عكا يعني في 100 كيلومتر حوالي، ولكن تخيل لو ان المباراة هاي كانت في ام الفحم، تخيل لو المباراة هاي كانت، هل ستكون مباراة مكابي تل أبيب في ام الفحم احمد؟ طلع انا معتي الامال يعني امال ضئيلة انها ما تصيرش، كل الامال متعلقة على هاي المباراة. يعني بخفيش عليك وبخفيش على الجمهور الفحماوي انه انا وسيم وباقي اعضاء الاداره بنعاني معاناه شديده بميزانيه الفريق، عشان هيك الجمهور الفحماوي يعني عودتنا لاستاد السلام يمكن تشيلنا وترفعنا من الازمه الخفيفه اللي احنا موجودين فيها فريق ام الفحم، ولكن اليوم بعد الفوزين راح نتوجر انه توجه لام الفحم انهم لازم يدعموا هاي الفريق. ادهم هادية فوز على مكابي اخاء الناصره بنتيجه عاليه 3-0، هل في تقدم لفريق هابوال من الفحم؟ يعني فوز بعد فوز، نتائج طيبة. أول شيء طبعا الحمد لله أنه قدرنا نحقق الفوز الثاني على التوالي في لأول مرة هذا الموسم، هذا كان مهم جدا لإلنا نكسر هذا الحاجز من ناحية معنوية. طبعا فوز بالديربي بيعطي كتير دفعة وروح معنوية للفريق، كتير مهم لإلنا كان الفوز ونثبت الفريق من ناحية أداء ومن ناحية نتائج. الحمد لله احنا بنشوف ابويل من الفحم منذ قدومك انه بيلعب بخطه هجوميه بحت، يعني ادهم طبعا اول شيء الكادر اللي عندنا بيسمح لهذا الشيء، كادر كثير ممتاز لعيبه، الفريق من ناحيه ماديا صرف فيه اموال ومبالغ اللي على القليل يجي يكون افضل من كل خصم بيلعب فيه، وتيجي لهدف الفوز في كل مباراه في طريقه هجوميه وضغط عالي على ارض الملعب. اليوم شفنا ام الفحم بطيله دقائق المباراه مسيطره من ناحيه اداء من ناحيه هجوم وخلق فرص، الحمد لله انه اليوم ترجم بثلاث اهداف. ابويل من الفحم ينطلق الى القمه، هل هذا يعني انه ادهم هادي سيكون في الدرجه العليا مره اخرى من بعد الريني؟ اول شيء الفريق من بدايه الموسم قبل ما اجي كان تصريح واضح انه الفريق الهدف تبعه الاول هو الارتقاء للدرجه العليا. انا اجيت على الفريق بوضع اللي الفريق كان فيه مش منيح، شوي شوي عم تتثبت الامور، بحب اكثر تكون العمل على ارض الملعب والاداء يكون في ارض الملعب والكلام بارض الملعب. وغدا الاثنين يستضيف فريق النادي الرياضي كفر قاسم فريق نوفا جليل، وفي الأسبوع القادم بالدوري الممتاز ديربي عربي آخر حيث يستضيف فريق مكابي إخاء الناصرة النادي الرياضي كفر قاسم، بينما يحل فريق أبوائل من الفحم ضيفا على فريق أبوائل نير رماتا شارون. إذن نعود للكابتن عبد اللطيف، بدي أسألك ماذا ينقص الفريق؟ انت لاعب خط وسط ولا خط وسط؟ نعم.
ما ينقص فريق ابناء الطيبه اللي يقدر ياخذ الدفه لوحده ويصعد في القمه. انتم مرتبه ثانيه طبعا، اليوم عندك تل ابيب ولا نقطه خسرانين، فكيف شو ناقص الفريق يعني لعيب اللي يدفع الفريق يكون انجح من كل ما تخسروش نقاط. انتم تعادلتوا يوم امس. صحيح تعادلنا، تعادلنا مش لانه ناقصنا لعيبه، تعادلنا خلص ناقص حظ باللعب امبارح، وكل اللي اجوا شافوا اللعبه، اللعبة كانت لازم تخلص 4-5 جوان، ولا انه الحارس اللي عندهم لقط يوم اللي هو عن جد يعني يوم كوي جدا، ولك تصديات يعني اللي هي كثيرة، ولا كان اللعبة لازم ما كانت تخلص 4-5. من ناحية لعيبة انا لاعب بالاخر بالفريق بقرر. انت لاعب الشباب الطيبة بالبداية ولا لاعب؟ انا شباب انا شباب الطيبة، انا بال 2017-2018 خلصت شبيبة، كنت كابتن الشبيبة وصعدنا للدرجة الممتازة. بعدها قعدت 3 سنين ما لعبتش، قبل سنتين رجعت لعبت سنة في أبناء الطيبة، برضو بكى الفريق كله من أبناء الطيبة، ظلينا في الدرجة الثانية، والسنة المركات بديت في أبناء الطيبة وانتكيت لشباب الطيبة بس ما لعبتش يعني ولا إشي، كنت في شباب الطيبة خلصت السنة هناك بس ما لعبتش. أخ أحمد كنت بدي أسألك، يعني أنت رجل مخضرم في الرياضة وذكرت أبناء أبوائل الطيبة من سنين ماضية أيام ما كانوا في الدرجة الثانية، كيف بتشوف صورة الوضع لفرق الدرجة العليا اللي هي مكابي الريني واتحاد مناخ صغير؟ أول شيء المهم إذا بدي أطرق لمكابي الريني، اللي عمله أخي وصديقي سعيد بصول مش مفهوم ضمن فريق اللي كان بلقى جيمل خلال 4 سنوات يوصل للدرجة العليا. كل الاحترام والتقدير له، الرينة 19,000 نسمة. هل أنت توافق الرأي إنه القصة هنا في سعيد بصول هي مش بس مصاري يعني إنه ماديات، إنه كمان في رأس مدبر؟ هو بلا شك إنه كل إشي حتى بعملك بشغلك إذا بقداش نظام وبقداش رأس مدبر الفشل بيكون قريب جدا. أنا دائما أقوله حتى للعيبة إذا بالإدارة عنا، إذا ما حتى بلقى جيمل أنا إنه الإدارة عندي مكسمة، في عندي مدير فريق، في عندي مدير عام الفريق المسؤول عن الميزانية وعلى الدفع، كل شيء عندي منظم حسب النظام، فيش كل واحد مسؤول عنا بالفريق عن شغله، لأنه حتى كل إشي كبير بيبدأ من إشي صغير. أكبر مثال دائما بأخذه أنا من صديقي سعيد بصول كيف وصل الريني بثلاث اربع سنوات. احمد بدي اطلب منك هسه رساله، انت جيت هون طبعا من الطيبه واحنا حبينا نشوفك انت والكابتن عبد اللطيف، انا بدي رساله منك انك جيت ابناء الطيبه، انا متاكد جمهور الطيبه بيشاهدونا في على البث المباشر في تلفزيون هلا، شو رسالتك اليوم لجمهور الطيبه لابناء الطيبه لبلد الطيبه بالنسبه لفريق ابناء الطيبه؟ اول شيء انا بوعد جمهور الطيبه انا ماليش مشان نقدر الشيء واضح، جمهور الطيبة فخر إلنا واعتزاز وكلنا تحت شعار الطيبة أولا، مش مهم حتى لهم شباب الطيبة أو ابناء الطيبة، فيش الفريق أنا ساندت فريق شباب الطيبة، وصدقني القرار إن عبر لابناء الطيبة ما كان شيء، كان صعب جدا، أما أنا اقتنعت لأسباب اللي أنا ما. هل أنت بتقول إنه هذا تحدي يعني إنك لا 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 أنا خلينا حبي وانتمائي صدقني لبلدي، أقول لك أخ عبد كنت غياب جزء أول اللقاء وأنت ما انتبهتش، طيب 60,000 تستحق يقدر فريقين، طيب بيستحق يقدر فريقين درجات عليا، أنا هذا الحلم بدي أحققه، أنا إذا بحط هدف أمامي مع الإرادة السماء هو الحدود، أنا حطيت هدف إنه أبناء الطيب خلال سنتين ثلاثة يقدر بلقى ألف، بده يكون بلقى ألف. الهدف هذا لازم احققه، وانا يعني الجمهور دائما اقول حتى الجمهور طلع النجاح بلم، انت بتنجح بتلعب صدقني الجمهور بيجي. احنا بنتمنى لفريق ابناء الطيبه بالعوده الى مستوى فرق درجه ثانيه. ننتقل الى عبد اللطيف قبل يعني احنا ما ننتقل الى فقره اخرى، بدي كلمه للكوادر الشباب اللي للعيبه اللي بتلعب معك في ابناء الطيبه، شو يعني تعطي فكرة إيجابية للأمام إلى المستقبل؟ أهم إشي اللعيب الشبيبة اللي يعني أنا رفقتهم كلهم، أهم إشي ما يستسلموش، يشتغلوا على حالهم، يتدربوا مليح وما يأسوش، شو ما يصير معهم اللعيب ما يأسش،
شو ما يصير معاه يظلوا مثابر يشتغل صح، وان شاء الله احنا يعني زي ما قال لك ان شاء الله الفريق بهمة اللعيب وهمة الاداره والتوكل على الله ان شاء الله بنصعد. عبد الكريم طبعا برانسي كابتن فريق ابناء الطيبي، عماد جبارة مدير فريق ابناء الطيبي، نتمنى لكم النجاح، نتمنى ان يكون فريق ابناء الطيبي في الدرجه طبعا الثانيه صعوده هذا الموسم الى مستوى الدرجه الثانيه. طبعا سننتقل بعد الفقره بعد الفاصل الى مستوى فرق الدرجه الاولى والملاكمه. نشكركم لقدومكم الى البرنامج وطبعا بنتمنى لك الصحه اخوي عماد، انه ولا الكابتن كريم عبد اللطيف مرانسي انه فريق ابناء الطيبه يصعد الى مستوى فرق الدرجه الثانيه. نخرج الى فصل قصير ثم نواصل. نعود بكم لرياضة الملاكمة ومع نادي الأسود القسماوي للملاكمة. اسم النادي الأسود القسماوي طبعا من 5 سنوات فقط أسس هذا الفريق، والنادي له إنجازات كثيرة بفضل الله طبعا محلية وأوروبا وبطولات إسرائيل. نرحب بضيوف الحلقة طبعا المدرب إكرام عيسى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والملاكم محمد عيسى، أهلا وسهلا. إذا بالإمكان تحدثنا شيء ما عن هذا الفريق. إحنا يعني غابت الملاكمة من الأجواء المحلية، طبعا إحنا بنتكلم عن الوسط العربي. الفريق كيف أسس، شو إمكانياته، شو إنجازاته الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. النادي إحنا كنا هنا حكينا عن النادي قبل، كنا في لقاء هنا في هلا. النادي من 5 سنين نقول خلينا رسمي، يعني بلشنا في التدريبات واللي هي رسميات اللي هي تحروت ومسابقات وبطولات إسرائيل، بلشنا فيها واخذنا بطولات إسرائيل، وصلنا برا وصلنا أوروبا الحمد لله، كان عدة إنجازات. والحلم الأكبر اللي هو كان بطولة العالم، فبفضل الله اللي هو من يوم الخميس اللي فات لحتى امبارح، فاخذنا انجاز اللي هو اخذنا خلينا نقول البطاقه اللي هي لبطوله العالم، ولحد هنا وصلنا اللي هو الحلم اللي خلينا نقول التوب تبعنا الحمد لله. بدي تحدثنا عن هذه البطوله وكيف انتم بتخطط يعني الانجاز هذا العمل المهني اللي تصلوا لهذه البطولات في كفر قاسم. بالضبط. هسه كان عندنا السنة اللي فاتت كان عندنا بطولة إسرائيل، في بطولة إسرائيل كان عندنا شوي خسارات، يعني ما أخذناش الإنجاز اللي بدنا إياه. فأنا بلشت من أول السنة بلشت لهدف معين على تدريبات مكثفة، تدريبات كل يوم، في اليوم 3 تدريبات حتى في قاعة. عندنا قاعة، عندنا حلبي، عندنا كل إشي، يعني عندنا نادي مهيئ عالميا خلينا نقول، لأنه أفضل نادي في الدولة. فمن أول السنة بلشنا لحد اليوم اللي هو هدفي هو هذا، إني أنا أوصل في هذا الامتحانات وأجيب الإنجاز هذا وأوصل بطولة العالم. فبفضل ربنا والحمد لله وفضل داعمينا اللي هو البلدية، فوصلنا هنا الحمد لله رب العالمين. والشباب ما شاء الله عليها أعطت. بما أنك تحدثت عن الشباب طبعا المدرب إكرام عيسى، ننتقل إلى الملاكم الشاب محمد عيسى طبعا من كفر قاسم. حدثنا عن نفسك، قديش عمرك، شو بتساوي، شو بتشتغل، بتتعلم، وكيف وين يعني الهدف تبعك في الملاكمة في طبعا النادي تبعك. أنا محمد عيسى من كفر قاسم، ومدرب اللي هو أبوي إكرام عيسى. بلشنا في الملاكمة من جيل صغير، من جيل 12 سنة بلشنا بوكس، يعني صرنا تقريبا 5 سنين احنا في البوكس. اليوم عمري 18 سنة، خلصت مدرسة جديد ثانوية، خلصت بلشت اللي هو الملاكمة من قبل 5 سنين. بلشنا حلم الاول كان انه نتطور ونوصل بطولة اسرائيل، بلشنا على بطولة اسرائيل وصلنا بطولة اسرائيل
والحمد لله انه بعد بطولتين ثلاثة اخذناها الحمد لله. وبعدها بكى هدفنا انه نوصل بطولة اوروبا. بعدها اشتغلنا منيح على حالنا وتخطينا اللي هن الامتحانات اللي عشان نوصل بطولة اوروبا، والحمد لله وصلناها وغلبت في غاد، نجحت في غلب واحد نجحت. ولازم لازم عشان توصل ميدالية ثالثة لازم ثلاث غلوب عشان توصل ميدالية ثالثة. بدي اسألك سؤالين. قوليش نتمنى لك النجاح. في ضغط من الوالد انه بقول لك تعرف وانت صغير بقول لك روح ادرس. في ضغط بضل يقول لك روح اتمرن. اكيد اليوم. انا بكيت بكى هو حلمه انه يوصل ملاكم، بكى انه بده يصير ملاكم عالمي. وانا حققت له حلمه الحمد لله، وانه هو بكى حلمه. فاهم يعني انت كيف بتشوف انه لما ابوك بدربك كيف شعورك كملاكم كلاعب لما بتشوف؟ طبعا غير انه هو يقدم مدربي صعب، اشي صعب. قبل ما انت بتضغط علي من ناحيه يعني تعرف في الدار ومنه في النكايل وهو مدرب، فاهم ضغط علي مش غير عن باقي الاولاد اللي هم بيجوا بتدربوا عليهم غير. فاهم طبعا سنتكلم عن فريق النادي الكسماوي. انتوا يعني بلد كفر قاسم عن جد بلد يعني ناتجة فيها انتاج كبير للرياضة من الفريق الوحدي كفر قاسم وحتى الملاكمة وكل الاطارات. سنستريح في هذه اللحظات من عالم كرة القدم ومن عالم طبعا الملاكمة لنكون مع رياضة المشي، حيث شهدت العديد من البلدات العربية مسيرات لتعزيز ثقافة رياضة المشي تزامنا مع يوم المشي العالمي. لنشاهد ردود فعل عند من أهالي كفر قرع خلال مشاركتهم بمسيرة الوادي التي نظمها قسم الرياضة في مجلس محلي كفر قرع على شرف يوم المشي العالمي. المشي هي رسالة أولش باليوم العالمي. هاي برنامج الثقافة للسياقة البدنية اللي ممكن الواحد أحسن إشي يكتبه لجسمه هو رياضة المشي، لأنه هاي أولش فيها تكلفة. الرياضة هاي بيقدر كل واحد الكبير والصغير يطلع ويمشي فيها ويساعد جسمه، يعني خاصة بدعو الجيل اللي مثل جيالنا انه هاي رياضة المشي بتحمي من كثير امراض وصحية وبتكوي العزيمة وبتكوي الذاكرة وبتكوي كل الاشياء. ان شاء الله انه الناس، يعني انا بعرف ان كفر قرع رياضة المشي هي رائدة اليوم، وفي كثير ناس بتوجهوا رياضة المشي الصبح والمغرب والناس يعني مثابرين. وان شاء الله الجيل اللي احنا شايفين اغلبهم اليوم معنا اولاد صغار، انه هذول الاولاد برضو يحثوا اهاليهم يحثوا نفسهم على الرياضه. طبعا بشجع كل الاهالي ينضموا لهيك فعاليات حلوه، منها ترفيهيه للاولاد، كمان بتشجع لنظام صحي للاولاد يمشوا. طبعا كنا بتكوفات الكورونا كان كل الاولاد محبوسين، فبالعكس هي تشجيع لنا وللاولاد كمان مع بعض، يعني منها كمان من ناحيه اسريه احلى كمان، ونتعرف على اهل بلدنا. الصحة هي بمقدمة حياتنا، لازم نهتم فيها كثير. وإحنا بشعار إفشري بريء الصحة صح، مع إحنا منشدد على شرب المياه بكميات كاملة خلال اليوم، عصائر والتمارين الرياضية اليومية، المشي بحل كثير من مشاكلنا الصحية اليومية. فالكل إحنا من نادي يوميا يعمل هاي الفعالية المهمة في مجتمعنا. لازم كل الناس تيجي تشارك بالمسيرة تبعت المشي، لأنه هذا جدا مفيد للأولاد وللأهل كمان، وبشجع على الصحة الجيدة للكل. وبتمنى أن الكل يجي يشارك، لأنه عن جد الإشي مفيد للجميع عشان حفاظا على صحتنا وعلى صحة أولادنا. طبعاً مساء الخير أخ إبراهيم، نبارك لأهل بلدنا هذا الحدث، المسيرة الوادي السنوية التي تتزامن مع يوم المشي العالمي. طبعا المشاركين هم من جميع الفئات العمرية، كبار صغار مسنين، اللي يداوموا على مزاولة رياضة المشي في مسطحات بلدنا الموجودة. أبارك لأهل بلدي هذا اليوم الممتع وأتمنى لهم كل الخير. أولا السلام عليكم. في مثل هذا اليوم ما نقوله هو أن العقل السليم في الجسم السليم، ويوم المشي العالمي هو يوم صحي رائع. ممارسة رياضة المشي رياضة رائعة،
تساعد على صحة سليمة وبدن سليم، نعلم أولادنا على الرياضة، وهذا يعني أحسن مثال ممكن فيه أيامنا. طبعاً الرياضة هي أحسن إشي ممكن نعمله، ورياضة المشي رياضة سهلة والكل بيقدر يمارسها بسهولة، بدهاش إشي يلبس البوت ويطلع، ففرصة الكل يطلع يمشي يهتم بصحته شوي. المشي هو حرية، المشي هو صحة، المشي هو مجتمع، المشي هو ثقافة، فجبنا للواد نتمتع مع كفر قرع وأهل من كفر قرع في يوم المشي العالمي ونقوي صحتنا ونقوي نشاطنا. أمل من الجميع أنه نبدأ بالمحافظة على صحتنا، لأنه إحنا وضعنا بلش يرجع لورا من ناحية عدم استمراريتنا في الرياضة. بتأمل أنه الكل الجيل كبير وصغير أنه يدير باله على حاله، يبلش يقيم الرياضة ويقيم نفسه. كما قال مثل العقل السليم في الجسم السليم، طبعا مفرج الصدر نشوف العشرات وربما المئات من أهالينا من أولادنا وطلابنا يشاركوا في هذا اليوم. طبعا مهم جدا أن هذه اللي تبقى زي عادي سنوية ويعني حفل سنوي على هذه الرياضيات كرياضة ركوب الدراجات ورياضة المشي والعدو وكل هذه الرياضات، تزيد طبعا من مكانة كفر قرع وتخفف من وطأة العنف في بلادنا، وتزيد الاهتمام في شبابنا في الأمور السليمة والصحيحة. هذا اليوم هو يوم المشي العالمي، فنستغل الفرصة إنه إحنا نوجه نداء لكل من بيسمعنا واللي بيشوف بيشاهد إنه رياضة المشي هي من أفضل الرياضات اللي بإمكانية أي واحد يمارس الرياضة، هي مش بحاجة لقوة جسمانية، هي رياضة اللي فوائدها وعوائدها كثير إيجابية بالذات للقلب والرئتين، رياضة اللي بتحرك عضلات الجسم بطريقة محافظة نسميها. سألتي في هذا اليوم لكل ولجميع الناس مارسوا الرياضة، رياضة المشي، وبالذات حافظوا على نمط حياة صحي ورياضي مشان كلياتنا نعيش بصحة وسلامة. ويعطيكم ألف عافية. إكرام عيسى مدرب النادي القسماوي الأسود القسماوي. الأسود القسماوي. ونشي نسألك قبل ما نتطرق للملاكمة، شو رأيك برياضة المشي؟ هل هي تجمع شيء ما مع الملاكمة؟ رياضة المشي أصلاً كل واحد بيقدر يعملها. وهذه الرياضة مهمة لكل بني آدم في لجسمه لصحته، كيف بده يحافظ على صحته. بتساعد كمان بالملاكمة أكيد. في كل شيء، المشي لكل الرياضة لكل بني آدم، هذه أحلى رياضة. ما هي طموحكم؟ طموحكم كنادي قسماوي إنك تشوف كم هو عدد يعني الملاكمين اللي بيشتركوا في فريق النادي القسماوي وبنجحوا بصلوا لبطولات مثل ما وصل محمد. والله أنا طموحي من الشباب كل الشباب إنهم يتطلعوا على شبابنا اللي وصلوا لمراكز وإنجازات زي هيك، إنهم يتطلعوا وين هم يوصلوا وصوروا زيهم. يعني الشباب الأغلب إحنا عارفين اليوم شو الشارع الكل كيف وكل الفوضى اللي موجودة في الشارع، فكل الأهل مسؤول عن ابنه، والأهالي اللي هم الأهالي هم مهم إنه يشجعوا أولادتهم على هذا الإشي. طموحي إنه يبكى كديش نقدر في ملاكمين اللي هم شباب لو أي رياضة بهمش، بس أنا بحب إنه يكون كثير شباب وأولاد صغار من كل الأجيال في الملاكمة عنا عشان نأخذ بطولات بكفي الاسم تبعه أو الشهرة تبعه، مش يبكى اسمه في إشي ثاني. يعني في الرياضة في ملاكمة إنه بطل والله وصل أوروبا، يعني تاريخ هذا. أنا لما كنت صغير وأحلم يعني حلم إني معقول ده وصل أوروبا. شوف كيف بتشوف محمد اليوم إنه وصل الطموح اللي أنت ما قدرتش توصل. ما هذا الحلم إني أنا قاعد بحكك فيه على حالي كيف أنا كنت. الوالدي طبعا كيف أنتوا بتشوفوا العائلة الأقارب؟ إحنا مشجعينه والعيلة و تطلعوا كل المباريات. الكل بيشجعوا والكل لما يأخذ مباراة الكل هات نسأل محمد طبعا أنت بتفكر بالتعليم يعني بنفس الوقت مع الملاكمة؟ بكيت في المدرسة أنا يعني وسط وسطاني بالتعليم،
وابوي كان هدفه انه اوصل بده ملاكم اخذ ملاكم. يعني التعليم هو تعليم مثلك مثل غيرك. اجيب البقروت واحطه لجنب واكمل حطيته في الرياضه. الحمد لله حطيت البقروت على جنب وهسه بدك تدعس كيف بقولوا بنزين كينج داون كينج داون بالضبط. كيف انت بتقدر ترضي العيله والنادي نفسه الاسود القسماوي انك تشوف محمد يعني كبطل؟ اني اجيب لهم نتائج في البطوله العالم ان شاء الله اللي هي في 14-11 ان شاء الله. في شباب مثلك في كفر قاسم او بالقرى المجاوره او المدن المجاوره العربيه انه منضمين لهذا النادي وبنافسوا على هذه المرتبه اللي انت وصلت لها؟ عندي صاحب اللي هو اسمه خالد بدير من عندنا من البلد برضه قريبنا فاهم وبتدرب معي ونفس يعني انا وياه هو بيلعب في وزن الملاكمه بتعتمد على اوزان فاهم. عندك وزن اللي هو منبلش من اي وزن انت خلينا فهمنا الجمهور. انا وزن بلعب في وزن ال 67 وخالد بدير بيلعب في وزن 60 اللي هو برضه طالع معي مشارك معي في بطوله العالم. مكانه في امتحانات يوم الخميس من الخميس للسبت كانت بطوله في عزاريا وبكت هي اللي هي امتحانات لبطولة العالم والحمد لله نجحنا وبدنا نطلع بطولة العالم ان شاء الله. ان شاء الله طلع بدي اسالك سؤال ثاني كملاكم شو عطتك هاي الرياضة يعني كملاكم لاعب كرة القدم بقول انا بدي اصل للدرجة العليا للمنتخب شو عطتك هاي الملاكمة يعني مهنة الملاكمة موهبة الملاكمة تعطي اول شيء اللي هو الثقة بالنفس تقدر واثق في حالك بكل شيء. يعني انت لما بتشوف حالك بالملاكمة شو بتشوف؟ اشوف حالي ايزي يعني بالضبط. احنا تكلمنا عن طبعا الفريق عن الانجاز عن فريق القسماوي بدي اسالك عن السؤال الرئيسي هسه طبعا كيف بتقدر تدعم هذا الفريق ميزانية هذا الفريق النادي القسماوي وهذا امس هذا اليوم بالضبط يعني هذا الاشي مهم جدا لكل نادي هذا اهم شيء مهم جدا لكل نادي. فانا والله بشكر من هنا البلديه اللي هو اول شيء رئيسها عادل بدير وقسم الرياضه داعميننا من اول ما بلشنا ما قصروا فينا كل ما نطلب اشي داعميننا ولما في عندك سلطه اللي هي بتدعم اي نادي رياضي مش مشكله اذا هي ملاكمه ولا اي اشي أكيد راح ينجح إذا هو عنده طموح وعنده أهداف وحاطط برنامج لإله راح يوصل أكيد راح يوصل وكل واحد بحط برنامج له وهدف له إلا ما يوصله إلا ما يحقق حلمه. أما الناس اللي بس بتفكر بس إنها بدها مصاري ما راح يوصل لإنجازات ما راح يوصل لأنه هدفه مصاري بس. إحنا مش هدفنا مصاري هدفنا كداش نجيب شباب كداش ندرب شباب ونطلع أبطال مشان الجيل الجاي بس يعلم أولاده والجيل اللي صاعد بس رياضة مش يعلم الطخ يعلم رياضة. بما أنك تحدثت عن الطخ كيف أنت بتشوف الملاكمة كملاكمة هي فيها قوة اللي بتمنع الكارثة اللي موجودة في مجتمعنا العربي اليوم هي المناقضة أنه كملاكمة انه النادي بتقدر تيجي انت تتدرب بقوتك تجمع بين قوتك وتمتنع عن هذه الآفة اللي بتلم الوسط العربي. طلع كل شاب اليوم وكل ولد صغير عنده طاقات وبده يفرغها اما لما الاهل ما يشجعوا ابنهم وين يفرغها في اي تخوم اللي هو رياضة فوين بده يروح على الشارع على الشغلات الفاضي يعني على شغلات اللي بس بتجيب الوسط العربي ك نادي ملاكمة الأسود رسالتي للوسط العربي هيك أول شيء اللي بيحكوا هم الملاكمة في ناس اللي بتحكي عنف هذه مش عنف هذه رياضة اسمها رياضة لما هي عنف روح اطلع على العنف اللي في الشارع إذا أنا بدي أطلع أولادي من الشارع بوديهم على الرياضة وإذا أنا بدي نجاح أولادي بس في الرياضة. أنت بتحكي عن أولادك مظبوط عن أولاد أنا بحكي عن الأهل عامة لكل واحد إله ابن وحابب انه ابنه يصير ناجح. محمد رسالتك رسالت انه انت كشاب هو كوالد انت رسالتك انه في كثير اولاد بيعملوا مشاكل في الشوارع بدل ما تيجي تعمل المشاكل هذه في الشوارع عندك الحلبي وفي الهزلامة بالضبط. طبعا نشكر كرامي عيسى مدرب النادي القسماوي
ونتمنى لكم نجاح ونشوفكم في بطولات وأنا سأتابعكم من هذا اليوم. بدي كلمة بدي أشكر أنا أخرى مرة موقع حلا، أنا بحب أشكرهم. تعرف ليه؟ لأني بس رسالة رد سريع طوالي، يعني جوابهم ما شاء الله بارك الله فيهم، كل احترام لهم. بكفي أنه هذا دعم إلنا، دعم لكل رياضة، لكل بني آدم بحب رياضة. رسالتك يا محمد. شكر لقناة هلا لأن هي اللي بتوصل الرسالة للعالم إنه عن الملاكمة، إنه الإشي الصح مش مفهموش إنه عنه الإشي غلط. نشكر محمد عيسى الملاكم من كفر قاسم، نشكر الوالد المدرب إكرام عيسى مدرب النادي القسماوي. وفي هذه اللحظات نأتي إلى ختام حلقة أخرى شيقة من برنامج هلا رياضة. كنت معكم أنا عبد الباسط زعبي، على المحبة نلتقي، على المحبة نفارق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.